سيداتي وسادتي، من كلمات الشاعر الرقيق مأمون الشناوي ولحن الموسيقار المجدد كمال الطويل، تستمعون الآن إلى أغنية في يوم من الأيام من مطربكم العاطف المحبوب الذي طالما أشجاكم وأطربكم بصوته الدافئ. فلاح في القرية، وبعدين كان المطر والسيل نازل عمال يرخ على البلد لما غرقها والمية دخلت البيوت وحاجة فظيعة خالص. فواحد فلاح راح للعمدة قال له: يا جناب العمدي يا جناب العمدي. قال له: فيه ايه يا والي؟ قال له: الحق يا جناب العمدة، المية دخلت البيت. قال له: عقبال النور يا والي. اهدى شويه، ايه اللي مضايقك؟ كام شهر دلوقتي مش قادرين تجيبوا لي رقاصه ارقص معاها؟ اجيب لك الين. الين يا استاذ الين عجزت، ركبت طقم اسنان. اتفق لك مع عزيزي فشولت. انعام. انعام سافرت الهند. امال اجيب لك مين بس؟ مفيش غير واحده بس. سلوى. من يوم ما جوزت اسماعيل وسابت الشغل وانا مش قادر ارقص ابدا. الله يخرب بيته، لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. يا ما تحيلت عليه، ما فيش فايدة. يعني احنا هنفضل تحت رحمة اسماعيل؟ مراته في عصمته. اسمع، ما ترفضه. ها؟ وصي كل المحلات ما يشغلهوش، هيعيش منين؟ غصب عنه هيرجعها الشغل. طب اتفضل انت، انا هعرف شغلي وياه.